حبيباتي اخواتي المشتركين الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا من فيديوتي. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم هذا الحساء، حساء خضار الخريف ببديل الكريمه. اللي ما عندهاش الكريمه الطازجه تنجم ايضا دير احلى حساء بمكونات رائعه وذوق رائع رائع رائع، صدقوني ان شاء الله غادي تعجبكم. اذا بغيتوا تعرفوا كيفاش درتها تبعوني. حساء الخضار تاع الخريف نحتاج الى المكونات التاليه: نحتاج الى زوج حبات بصل هكا مقطعين خشين، نحتاج الى الكرافس، انا عندي هنايا مجمد، اذا كان عندكم طري احسن. انا استخدمت السيقان فقط، استخدمت ربطه صغيره من القصبر، عندي هنايا لفت، عندي كابويا او القرع الاحمر، عندي بطاطا، وعندي الجزر. وانتم استخدموا الكميه اللي تناسبكم، 3 حبات 4 حبات دائما حسب عدد افراد العائله. انا هنا استخدمت تقريبا 3 حبات من الجزر، حبتين من اللفت، حبتين من البطاطا، وقطعه من الكابويا. نحتاج الى التوابل التاليه: الملح طبعا، ونحتاج الى فلفل اسود، نفاح او راس الحانوت الابيض، كركم، والى الزنجبيل، ونحتاج الى الزيت التقليه، لتر ونصف من مرق الدجاج، واثنان من الياورت الطبيعي. ونمر مباشره لطريقه التحضير بحول الله. اول حاجه نديرو في لاكوكوت 3 ملاعق من الزيت النباتي او زيت الزيتون، او يمكن استخدام الزبده، ونحط معها البصل والكرفس يتقلاو، والثوم. نسيت ما ذكرت لكمش 4 فصوص تاع الثوم، نسيت ما ذكرتهمش، راهم هنا 4 فصوص تاع الثوم، نقليهم ومن بعد بالسياسه نضيف الخضار. نقلاو عندي البصل والكرفس، نضيف الخضار، نعاود نذكر بالخضار اللي هي الكابويا او القرع الاحمر، عندي بطاطا، الجزر، واللفت. هكا نقلي كل شيء، نضيف الان التوابل. نذكركم بالتوابل: عندي كركم، سكنجبير، راس الحانوت ابيض، وقليل من الفلفل الاسود. نخليه واحد شويه. بعد ما قليت الخضره عندي واحد شويه، نضيف هذيك الغبطه الصغيره تاع القصبر، ونحط شويه تاع الملح هكا، ونحط المرق تاع الدجاج اللي قلت لكم عندي لتر ونص. انا هنا راه عندي ساخن، هذا هو لتر ونص من المرق، ونبلع لا كوكوط، نخلي الخضر تاعي تنضج، ومن بعد نولي معكم. وهكا بعد ما طفيت على لاسوب تاعي راهي وجدت الخضر طابو. دوكا نجيب الياغورت طبيعي كما راكم تشوفوا، ياغورت ناتشور ولا ياغورت مسوس، ونحط هنايا ونطحن الكل ومع بعض نرحيه، ومن بعد نتلاقوا ونشوفوا في صحن التقديم بحول الله. كان هذا هو وصفتنا تاع اليوم بطريقه سهله جدا، حساء الخضار ببديل الكريمه. اللي ما عندهاش الكريمه تنجم ايضا تدير احلى حساء لوليداتها. نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وتغتنموا الفرصه مادام راهو كاين خضار الخريف اهي متواجده، وان شاء الله بربي تعجبكم وتنال استحسانكم. اذا عجبتكم ما تنساوش دائما كثروا لي اللايكات ودعموا قناتنا باش نكبروها كيف كيف، واشتركوا معايا اللي مازال ما اشتركوش، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. اقتراحاتكم وارائكم نستناها في التعليقات، ما تبخلونيش بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.